جزاكم الله عن الإسلام خير الجزاء ورزقنا وإياكم والحاضرين مرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة وغفر لوالديك. هل ثبت في السنة الصحيحة أن القرآن يحرق الجن وكذلك الجن الذي يفرع الإنسان إذا أمر بالخروج فلم يخرج هل يحرقه القرآن؟ أفيدونا أفارقه الله. لا أعلم شيئا من هذا في السنة أن تلاوة القرآن تحرق الجنية المتلبسة بإنسان، لكن الذي نعلمه أن القرآن الكريم كما قال رب العالمين فيه شفاء للناس وهو شفاء لما في الصدور، وقد جاء في بعض الأحاديث في مسند الإمام أحمد وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بامرأة وعندها ولها ولد مصاب باللمم أي بالجنون، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الآيات القرآنية فكأنما نشط من عقال، وسافر النبي صلى الله عليه وسلم وتابع طريقه، ثم لما رجع ومر بالمرأة فسألها عن ولدها فقالت والحمد لله لا يزال كما تركته بعد أن شفي. فهذا ثابت في السنة أن القرآن يفيد في إخراج الجن المتلبس بالإنسان، وهذا حديث شاهد على ذلك. ثم إن بعض الأئمة الصادقين في اتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستنون به في محاولتهم لإخراج الجن المتلبس بالإنسان، وعلى رأس هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد كان معروفا في زمانه بأنه إذا قرأ على المصروع شيئا من آيات الله تبارك وتعالى قام في الحال وكأنما لم يمسه الشيطان. فقراءة القرآن تفيد إلى هذا المجال، أما أن القرآن يحرق الجن فهذا شيء ما سمعت به ولا عرفته ولا أظنه أنه يمكن أن يصح.